هلا صار فينا نضيفكم شي. شو بتحب تشرب، قهوة أو شاي؟ لا بلش بالقهوة. بلش بالقهوة. ميرسي. مع سكر أو بلا سكر؟ بلا سكر بلا سكر. أوكي. حطي إصبعك بال شو اسمه، خلاص صار سكر زيادة. ميرسي ميرسي. هيدي ماي. هلا طلعت معك. طلعت التجالة. ايه ما حدا يعني. توني شو بتحب؟ قهوة. قهوة كمان؟ قهوة. بتحب سكر يا مرا؟ فينا نشرب ولا؟ تفضل. بس متي. اعطينا رأيك بالقهوة. عيب على الكاميرا. ايه هيدا الشرق هيك، ما خلينا بالغرب. خلينا. اخ. توني. سوري سوري مش هيك. جرب يكون هيك زين. جان دو لافونتين بيقول جملة هيك حلوة، بيقول إنه لا في، حقولها الفرنساوي ارجع ترجمها سوا، بيقول إنه لا في إي إن كوميدي دون لا سين الونيفير، يعني الحياة مسرحية، مسرحية كوميدية معمولة من 100 فصل. فصل والعالم هو المسرح. بتعتبر إنه الحياة مسرحية؟ يعني شيكسبير قايل لك يعني this whole world is a stage. Elvis قال this whole world is a stage. Act one was when we met. أكيد لأنه عم نلعب أدوار بالحياة يعني بين بعض، دائما ما منفرج الوجه المزبوط طبعا. الحقيقة تعتبر في خبث بالمجتمع؟ هي في خبث، بس أوقات الواحد بيضطر ما يفرج الوجه الحقيقي تبعه، مش من وراء خبث، مش بسبب الخبث، بسبب هلا في خبث فرنجي وخبز عربي بتفرق. ايه لأنه مضطرة بشغلك أوقات، مضطرة تما تهيني الشخص يمكن كمجاملة يعني، حتى وقت ينجامل بعض هيدا ماسك، هيدا تمثيل طبعا. بس كمان ما في يكون فج الواحد انه كل وقت عم بيكون على حقيقته يقول الحقيقة. الحقيقة بتجرح، هاي الجملة الحقيقة بتجرح، مش انه هيك طلعت، لأنه عن جد الحقيقة بتجرح.